أعلنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج عن الانتهاء من تجهيز 17 موقعاً لاستقبال القمح المحلي هذا العام وفقاً لمعايير التخزين السليمة للقمح. وأضافت مديرية التموين بسوهاج أنها قد جهزت عدة لجان لاستقبال المحصول من المزارعين بشكل ميسر دون تكدس مع مد عمل ساعات اللجان. السنة دي خلاص بدأنا موسم توريد القمح المحلي مبكرا، استعدت 17 موقع تخزيني في محافظة سوهاج على أتم الاستعداد لاستقبال القماح الجديدة. اللجان خلاص اتشكلت واتعرف كل مكان وكل نقطة فيها مين بالظبط، وخلاص طلعوا في ثبتوا في كشوف وخدوا تليفونات بعض وتعرفوا على بعض هيشتغلوا ازاي، حطوا الضوابط، حطوا كل حاجة، الأماكن والمواقع التخزينية استعدت، سواء إذا كان أماكن هيتخزن فيها الأقماح في خيش أو في صوامع أو كذا أو في هنجر،